طبعا هناك الكثير من المشاكل تحيط في هذه المستشفى، منها انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن المستشفى وانقطاع الأدوية المستمر لهؤلاء المرضى. طبعا عندنا في المستشفى ما يقارب من حوالي 40 مريض غسيل كلى يغسلون على مدار الأسبوع. هؤلاء المرضى معرضون للخطر الحقيقي بسبب نقص الأدوية التي تقيهم من المرض. هناك الكثير من الأدوية كعلاج التشنجات والهرمونات للمرضى مفقودة تماما في المستشفى. هناك عندنا في المستشفى حالات التأيف الكيسي السيستيك فيبروسيس، وهؤلاء المرضى يعانون في البيت وفي المستشفى لأنهم دائما يحتاجون إلى التيار الكهربائي حتى يقوموا بعمل تبخير لهؤلاء المرضى. نحن نتعامل في هذه الصيدلية مع حالات إنسانية بحتة، حالات مرضى الأورام والعلاج الكيماوي. نقوم بتحضير جرعات علاج الكيماوي لعشرات الأطفال في هذا المستشفى. جزء كبير من أدوية هؤلاء المرضى غير متوفرة حاليا، ومن أهم الأدوية الغير متوفرة والتي لم يتم توريدها لمستودعات وزارة الصحة في غزة دواء فينكريستين الذي يدخل في الكثير من البروتوكولات العلاجية، دواء سايكلوفوسفامايد وهو من أهم الأدوية التي تدخل في بروتوكولات تحضير العلاج الكيماوي للعديد من الحالات المرضية، دواء أيضا الأسبراجينيز وهو معروف في حالات لوكيميا الأطفال، بالإضافة إلى ميثوتريكسيت ثابت هو غير متوفر أيضا، وحالات الكرونيك مايلويد لوكيميا أيضا غير متوفر لها علاج الجلايفيك أو الإيماتينيب.